بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اتكلمنا معاكم الحلقة الماضية عن دورة التسمين، ويا رب نكون في دماغكم بمعلومة جديدة. الحلقة دي طلب منا من مشتركين في القناة ازاي ننظف ملعب النعام. طبعا ملعب النعام بطبيعته نظيف جدا. طبعا الأرضية بتاعته لازم تكون أرضية الملعب زي ما اتفقنا بتكون رملة، حتى لو أرض طينية بنفرش رملة كبيرة على أساس إن النعام هو ماشي أو حركته قوية وبيجري وبيتحرك فبيقلب لو فيه طينة تحت أو كلام من ده بيقلبها على الرمل كده. فإحنا بنقول مثبتين الأرض تحت لو أرض طينية مثبتينها كويس وعاملينها بلودر او بحاجه زي كده ورشين عليها ميه ومثبتين الارضيه، ونبدا نحط ميه نثبتها، وبعد كده بنحط الرمله بتاعتنا، بتكون الارض اللي تحت طبقه ثابته والرمله فوق عشان ما تقلبش معانا. طبعا بالنسبه للبراز بتاع النعام بيدوب في الرمل، يعني ما محتاجش مثلا زي مزارع الدواجن ان انت تنظف اخر الدوره او كل فتره البراز بتاعه وكلام من ده. لا، احنا لو عشان احنا في ارض طينيه بالنسبه للوجه بحري والمناطق اللي هي الارض فيها ارض طينيه، كل فتره بنحط رمله على الارض وفقط، بس يعني كل فتره كده بنجدد الرمل. ده بالنسبه للارض الطينيه، لكن الارض الرمليه ما بتحتاجش تجديد، بتكون رملتها نظيفه فبتمتص اي ميه، لكن بالنسبة عشان المطر وعشان كده فبتبقى ايه كل سنتين 3 4 5 سنين في الارض التانية بنزود شوية كده. بس النظافة بتبقى عبارة عن ايه؟ احنا بنيجي النظافة بتاعته لو في طوبة زي كده بنشيلها، ما ينفعش نسيب فيه الطوب ده. طبعا الطوب ده عشان كانت معمولة خرسانة من تحت، فالطوب ده بنشيله خالص من هنا من ارض الملعب. طبعا بننظف كل ايه كل الطوب اللي في الملعب النعام، ما نخليش في طوبه عشان النعام هو بيجري ما تعورش في رجليه. طبعا نسيب الملعب ده على اساس ايه نبين لحضراتكم طريقه، لان ايه الطلب مننا ازاي نتعامل مع الملعب. طبعا اي اشياء غريبه ممنوع تفضل في الملعب، زي سلك زي قطعه خشب، لان النعام بطبيعته غبي، اي حاجه بيقوم لقيتها في بقه، فما ينفعش ان احنا نسيب اي اجسام او اي اشياء غريبه في الملاعب علشان ما يلتقطهاش. ولو التقط خشبه، التقط حته سلك، التقط اي حاجه من دي، الحصى الصغير الناعم مفيش منه مشكله. يعني لو حصى صغير ناعم زي كده بياكله بيعمل ايه عمليه جرش للعلف، لكن الطوب الكبير السلك الحاجات دي ايه الخشب غلط. لو اكل حته خشبه ممكن، لو في نعامه كانت مره عند احد الناس بلعت نص ايد مقش كانت محطوطه فمش في دماغه انها بلعتها وما اتصرفتش فاضطر ان هو يذبحها وكانت هتموتها لولا لحقها ودبحها. فاحنا نعمل حسابنا الحاجات دي، حتت قماش، حتت فتل مثلا من الشكاير، شكارة طارت عند النعام نسيبها من بتاع العلف. في ناس مثلا بتفصل بين النعام وبعضه بمشمع يجي الشمس يسيحه النعام ياكله، الحاجات دي ما بتدوبش فتقوم تقفل القنصة. وفي ناس بتقفل بسدد او بوص، الحاجات دي النعام بياكلها بتقفل القنصة عنده بتعمل مشاكل. احنا عندنا في ملعب النعام ان احنا بنستفاد منه، ماهوش ما بيضرناش، لا ده احنا افاده. لما نخش الملعب بنخش نشوف في ريشه زي كده، بنلم الريش بنلمه وننظفه كويس ونساوي الريش على بعضه كده ونحطه مثلا ايه في شكاره بتاع العلف او في اي حاجه. الريش ده بنستفاد جدا منه ان احنا بنبيع الريش. فطبعا كده ايه، بس الريشه اللي متاكله، الريشه البايظه، الريشه اللي عليها براز وكلام من ده، ما ينفعش ان احنا اللي زي كده تترمى، ما لهاش لازمه.
بنجيب الريشه النظيفه عشان اللي ياخدها يعرف برضو كيف يستخدمها، لان اللي بيشتريها بيستخدمها في اغراض ما، ريشه متاكله هيعمل بيها ايه؟ فتبقى برضك، وبيبقى اللم بيتحط لوحده غير لو عندنا ريش دبح. لكن كتنظيف ملاعب وبراز وكلام من ده ما فيش كلام من ده عندنا في مزارع النعام. اهو زي ما انتم شايفين اي حصى اي طوب اي حاجات من دي بنقوم ايه لمنها فورا من الملعب ولمينها بره الملاعب عشان ما تأذيش النعام بتاعنا. طيب بنعلف في ايه بالمرة؟ واحنا هنا معلومة افتكرتها، ينفع ان انا اجيب بانيو اللي هو اللي او اعمل طوالة زي بتاع المواشي كده مسلح او كلام من ده؟ لا، النعام رجله رفيع فممكن يخبط في الطوالة، بيجري غشيم يقوم داخل فيها مكسور رجله كلام من ده. او البانيو بيبقى عبارة عن البانيو اللي هو الخزف، لا جامد ممكن يعور النعام. احنا بنقوم جايبين، وما ينفعش برميل ساق كمان، رقبة النعام اصلا رقيقة جدا، لذلك بيستخدموها في المحافظ، في المحافظ والحاجات الجلدية العالية. فبنقوم عاملين ايه؟ جايين برميل ازرق اللي هو البرميل الازرق ده البلاستيك، ونقوم قاطعينه بالطول 2، بنقوم قاطعينه نصين، نص للعلف ونص عندنا للمية. يبقى كده ايه عملنا البرميل لكل ملعب برميل واحد، بنقسمه 2 للعلف والمية، ما بي ايه ما بيبوظ لناش او ما بيضرناش في شيء. بيقوم جاي عامل بياكل ما بيضرش في حاجة، لان الايه الحافية بتاعته بلاستيك ما بتعورش النعام ما بتضروش، لكن لو برميل صاج بتضر النعام. اتكلمنا معاكم النهاردة في موضوع ازاي تنظف ملاعب النعام، واتكلمنا معاكم في تربية كتكوت النعام من الالف للياء. طبعا حاجة زي كده برضك ما ينفعش، حتة قماشة اهي ما ينفعش نسيبها في الملعب. ليه؟ القماشة دي بتبلعها، فبتبلع القماش ده ما بتحللش، بتاكل، لان النعام له قنصة، وبعد القنصة معدة، فبيخش على القنصة. الحاجات دي ما بتعديش من القنصة، حاجة ورا حاجة ورا حاجة بتقوم تقفل القنصة بتاعتنا. فلما بتقفل القنصة النعام ما بيعرفش ايه يصرف العلف، ففجأة تقول لك النعامة ما بتاكلش. طب الحل ايه؟ يقول لك النعام عيانه، طب تبدا تدي علاج. السبب مش في عفعية النعام، النعامه ان القنصه اتسدت، وطالما القنصه اللي بتصرف العلف اتقفلت ما عادش لها اي علاج. هتقعد تحاول علاج وتحاول حاجات وانت مفكر ان ده مرض معين، يقول لك لا الحق تاكوكسيديا، لا تاكوستريديا، مش عارف ايه تا ايه تا ايه، لا النعامه سخنه، لا النعامه مش عارف ده في دماغها مش عارف ايه، لا ايه، كل ده كلام زي عدمه وانت مش اخد بالك من سبب ايه. فدايما خلي ملعبك نظيف من اي اشياء غريبة، سواء ان كانت معدن او ان كانت خشب او ان كان طوب، وياريت تكون ارضية الملعب طرية، ما تكونش الرملة نشفت وبلطت، فتخلي ارضية الملعب طرية، الرمل فيها يريح رجل النعام. طبعا ايه زي ما انتم شايفين رملة اهي، النعامة تمشي تبقى الأرض تحت رجلها طرية. يا رب نكون فدناكم بمعلومة جديدة في مجال النعام، ودمتم في أمان الله. وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ودعم الفيديو بلايك، ودمتم في أمان الله. كان معكم أخوكم أبو عمر الخياط من مزارع نعام دمياط، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.